دي لو كوتي الكره الحديديه اللي تاسس تسمى في الوراق ستاتو، اما هو كان قديم كان في الستينات، ماشي كان في الستينات اللي في كامبو دو رامل، ولكن في 72 تاسس بالوراق اوفيسيال في الستاتو ديالو بلائحه الاعضاء لائحه المسيري المكتب، تاسس في 72 في المقر ديال الاحدى خلينا الاسبوع ممر هذا البلد المغرب. يعني بالنسبه للتاسيس ديالو قلتي في البدايه كان في الستينات، يعني يمكن تقول لنا طبيعه الحال بعض عندي الاسماء اللي ساهمت في التاسيس، يعني طبيعه الحال شركه لوكوس هي اللي كانت. شوف نقول لك واحد القضيه صعب قدر، هذا النادي هذا تسمى على نادي لوكوس على ما اعتقد على شركه لوكوس اللي كانت انذاك تعطي واحد السيفونسيون سنويا باش يدير واحد الكونكور تقريبا حاجه تكون كان سبونسور ديال الكلوب. ملي كنكون يعني كنقيو منحه، ملي كنكون كنقيو منحه طبيعي الحال، ملي كنكون منديو كنقيو منحه طبيعي الحال. وفي 73 بليطو في 92 من تاسس درنا كاس كاس العرش على مستوى المغرب، كتاسس هنا في المغرب الجديد، كان باقي كسم ما كاينش اللي باغي نقولوا اللي كان تابع للشركه. واش عندك شي فكره شي ماشي كانت المرحله هذيك اللي طبيعه ما كانتش تابع شركه لوكوس، خدوا السميه ديال لوكوس. لا في الاول ملي كانت يعني في الستينات ملي بدا النشاط كانت يلعبوا في كابو دو بريمل اسبانيول اسبانيول بعد منهم كانت كاين بعض المساكن الله يرحمه ماتوا الله يرحمه بحال المسالي اللي كان اينيبان البنك اينيبان سيم صباحي مسكين الله يرحمه اللي كان مدير ديال البريد بن عيسى اللي كان مؤسس مسكين نادي لوكوس بن عيسى بالحاجه اللي كان موظف ديالهم كامل ولا كان موظف في السميه ديالهم كامل موظف لا بيرسيبسيون ديالهم كامل كان موظف كان موظف لا بيرسيبسيون سميتو مصباحي ما عرفتش شنو هو سميتو مصباحي كان هو مدير سيدنا كان معروف هو مدير ديال انا ذاك كان مدير ديال البريد المغرب نعم لا بوست وكان مساري الله يرحمه كان هو مدير ديال البنك انرجي انيبان كان بن عيسى بالحاجه اللي هو رئيس نادي اللي هو اول رئيس نادي لوكوس الحديديه 72 هو اللي شرف على البناء ديالو انا ذاك 72 هو وبعد اوتور ديال وزاره التجهيز والنقل انا ذاك كان سعيد الله يرحمه. كابو دو برامل كنعرفوه كبير بزاف، واش كانت شي مساحه خاصه شو انا باقي ديال العماله ولا في انا باقي شو انا باقي عقلك انا كنت صغير في 73 74 كان باقي زعما الذاكره كان حدا واحد كان اشغال العموميه وكان واحد الميزان تما كانت واحد الشجرات ياك عقل كانت واحد الميزان وكانت واحد الدوره حدا في كتاب العماله نعم. كانت واحد الدوره فيها شويه ديال الكودرون تما مصاوب واحد الكودرون تما كان قديم تما باقي عقل كانوا تما تيلعبوا وباش يضوي باش يضوي بالليل تيشعلوا بالاناره بالطوموبيلات ديالهم الا كان طاح الليل تيدمر الطوموبيلات تيرخو الطوموبيل الضو ديال الطوموبيل باش باقي عقلك كسا باش ياخذوا يلعبوا لي بول كان ظلام فهمتي. انا اذا بغينا نقولوا هي ديك الساحه المقابله للاشغال العموميه في كاين دابا هي هذه بالضبط يعني الاشغال العموميه بالضبط في كاين دابا الرومبوان ديال في كاين الرومبوان ساحه النهضه تسمى ساحه النهضه تما في فيتو في كاين الجرده ديال اللي حدا مقاطعه تما بالضبط كاين الساحه تما تما كتلعبوا ديك الساعه انا باقي عقلك كسا بقدر. وبالنسبه لكم انتم الارشيف ديال النادي واش بحثتوا فيه نبشتوا فيه جمعتوا شي ما صور او ذاكره او بحثتوا فيها مثلا باش تعرفوا التاريخ ديال النادي يعني نقول لك واحد القضيه حنا داك انا داك النادي تربيت فيه من الصغير كما قلت لك انا الاب ديالي داني النادي صغير تربيت فيه طبعا ماشي غير انا وكان منير سنان ود الله يرحمه الله يرحمه سنان الاب ديال الدكتور سنان دكتور نعم كسبتو ميمون على ما اظن ميمون نعم ميمون سنان نعم على ما اظن كان ولدو منير حتى هو كان قضيت ديك الساعه في السبعينات تلعبوا تما في طبيعه في النادي ديال لوكوس كنا صغار وكان واحد الفئه ديال الدريد ولد الغريصه باقي الان بالنسبه للاسماء هادو اللي مارسوا في النادي سابقا يعني في الفتره ديال الستينات وداك الشيء او يعني واش باقي تذكر شي اسماء مازال حاضرين مازال عايشين ولا شنو نقول لك الحياه لا باقي شي اسماء من طبيعي الحال المرحله هذيك باقي شنو نقول لك كبروا باقي الاب ديالي الله يطول الله في العمر ديالو باقي ميلود الخو بومهيدي علال وباقي ميلود الخو بومهيدي علال طبيعي الحال وباقي ميلود الخو السيد اللي نعم وباقي سيدي شنو نقول لك واحد السيد دابا مسكين كبر كبر السيد ما يخدمش فين هذا وكاين الاغلبيه توفوا منهم مسكين حباس سعيدو بن عيسى بالحجه
شنقول لك موسى اللي كان في الدار الضو مسكين موسى تقال على موسى مسكين في الدار الضو مسكين الله يرحمه. احمد بقوي طبيعه الحال احمد بقوي مسكين كان احسن لعبة احسن الممارسين اللي كانوا الحال وكني باقي وكني كانوا يلعبوا معنا تنعقل عليهم باقي الحمد لله لقيت طول الله العمر ديال خالد بن محمد مصطفى كان رئيس النادي وفي عهد ديالو باش حتى هو تنشكرو مسكين من البراده لان مسكين بن محمد مصطفى اللي كان رئيس كتاب الضبط في المحكمه هنا في العرايش وكان مسكين في عهده تنظم كاس العرش كان واحد المجهود كبير. نعم واش عملت شي تكريمات بالنسبه لهاد الممارسين القدامى اللي ساهموا في سواء في تاسيس النادي او في تنميه الممارسه ديال الرياضه؟ طبيعي الحال حنا ملي طلعنا ديالهم طبيعي الحال حنا ملي طلعنا المكتب في 2016 لقينا النادي زعما لا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنت انا طبيعي الحال كنت مشيت خدمت ما بقيتش في العريش انا خويت ظروف الخدمه كنت في الصحراء خدمت من داك الشيء ولكن ملي رجعت النادي وانا ديما كنت نعاود النادي واخا ما كنتش في المكتب كنت عضو وخا مسافر خدام برا وكي ديما عضو في النادي تنسام الكوتيزم ديالي كل عام وخا ما تنحضرش وفي اي منافسه في كونكور تنعاون ماديا تنعاون تنجم مساعد الناس تنعاون تنعاون واخا انا نمشي في المكتب ولكن ملي تجبرنا المكتب 2016 اول حاجه بينا فيها هو تجهيز النادي وخا قبل نشوفوا مثلا هذا النادي هذا من ناحيه القانون الاساسي ديالو يعني الاهداف ديالو شنو هي الاهداف اللي عندكم نتوما للناس اللي كتوصل لهم الاهداف اللي كتخدموا عليها؟ نعم دابا شو دابا نقول لك دابا بور لو مون هذاك الستاتيو القانوني كتغيرت دابا كاين قوانين اللي هي قوانين جديده حسب الملائمه ديال الجامعه يعني ملائمه وكاين هناك عده قانون الرياضه البدنيه كاين هناك عده شروط قبل كان ستاتيو عادي دير الكونكور ديالك اوفيسيال تتاثر اللعبه يعني مثلا المسابقات الرسميه يمكن كاين الناس عندهم فكره خاطئه على واحد يتوب بان تلعبوها الناس اللي مؤاجي دابا لا لا في اوروبا ولا في اسبانيا ولا في اسيا ولا في كوريا شوف انت كان احسن لعابه دابا جونيور عندك تايوان كوريا تيدخلوا في المدارس تيلعبوها شكون في القضيه هادي دابا حنا في المغرب يمكن هنا العيش ما عندناش كيف طنجه مدن جميل المغرب كنعون العنصر اللي هو الجونيور الاطفال والعنصر النسوي بكثافه علاش ما عندناش وكلاش اولا لضيق النادي دابا حنايا عندنا واحد يعني عندكم صعوبه في الممارسه سواء بالنسبه للخدمه مع الفتيان او الفتيات يعني الصغار يعني طبيعه الحال لا دابا جايلك النقاش لان دابا حنا الحمد لله في 2019 درنا واحد اتفاقيه بين اكاديميه التعليم بتطوان والسيد المندوب نيابه التعليم في العرايش والنادي لوكوس قضيه في العرايش والحمد لله هاد الاتفاقيه جات على اساس دابا بغيت نعرف انايا حيت الناس دابا غالبا كيبغيو يعرفوا يتعرفوا على النادي الاهداف ديالو شنو باغيين لان كاين الناس كيبغيو ينخرطوا كاين الناس كيبغيو يساهموا ولكن النادي باقي ما عارفش شنو هو الاهداف ديالو وهذا هو المشكل السابق قدر هو ان اقدم النادي 73 اسف 72 وما تقولش واحد ود العريش ود العريش تقول له انا في نادي ليبول تقول نادي ليبول فين جا تجيني انا شويه نادي قديم 72 هما معروف ما عارفين جاو وجا في احسن زعما موقف العريش اللي هو خارج السبوعه وهذا هو البلديه هذا هو الشيء الهدف ديالنا المكتبه البلديه حنا كنبغيو نعرفوا لان الدور ديالنا هو نعرف نوصل للناس المعلومه باش هما يتصرفوا تصرف يعني صحيح صعب قدر نقول لك العلاقه ديالهم مع النادي نقول لك الصعوبه الانديه ديال دابا تطرحوها في الجمع العام اللي كنعقد في واحد شهر جوج 2020 بمناسبة تغيير المكتب ديال الجامعة الوطنية المغربية للكرة الحديدية وتطرق لبعض المشاكل اللي هي مشاكل عويصة من بينها الدعم ديما ترجعوا للدعم كيما الأندية ماشي بعض الأندية جوج الأندية ضعاف باش تكون عارف جوج الأندية ضعاف هاد الكرة الحديدية هادي ما كاينش الدعم مادي لا من الجامعة ولا الدعم مادي من العصبة لكن تطوع ديال المنخرطين والرئيس والمكتب المسير تيدير واحد المجهود شاق 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 بزاف ما كاينش دعم مادي لا من جميع الحمشي حنا ماشي كحال كرة السلة أو كرة القدم ولا بعض هو كاين يعني من ناحية ديال الدعم كاين بعض الأندية اللي كتستافد من الدعم إنما المسألة اللي خص هو عقل الناس ذاك الدعم باش يوصل لجميع الفرق تنقول لك أنا دابا السام قادر على النادي النوادي الممارسة نعم يعني ما كاينش إلا بغينا نقولوا
العقلانه ديال الدعم باش تستافد منه جميع النوادي. كاينه بعض النوادي اللي كتستافد وكاينه بعض النوادي، واش كاينه هذه الوضعيه هذه اللي كاينه دابا ولا ان جميع النوادي الممارسه من ناحيه الجميع؟ لا ما كاينش الدعم بصفه نهائيه، جميع النوادي ما كاينش الدعم لا من الجميع ولا من العصبه. على هذا يمكن انا ما سمعنا، كنا حاضرين في الجامع العام حطنا متبع معاه، لان الوزاره كتعطيهم مي كان دكتور جود رئيس الجامعه وصلوها 40 مليون سنتيم بالدراع، 50 مليون سنتيم هذه الجامعه غادي يوصلوا بواحد المجهود جبار. هذه في 2019 يمكن المونطو دابا الحمد لله طام واحد المونطو ديجا با مال اللي هو 450 مليون. اول مره تعطى الجامعه، هذا التصريح ديال رئيس الجامعه محسن محمود عرشان السابق المدير، يعني الرئيس السابق اللي دابا خالد المنصوري اللي هو رئيس الجامعه. ودابا حنايا كنا تنهضروا حنايا تقريبا بزاف ديال الانديه اللي تنهضروا على واحد تاسيس، خصنا نديروا تاسيس اولا بون لي كول دو فورماسيون دو بيتون خص تكون حاضر، لان دابا المدرسه ديال التكوين طبيعه التكوين الممارسين في الرياضه. نعطيك السي عبد القادر مثال بسيط، يعني ملي غيكون هذا الفورماسيون غيكون كيشمل المدربين المؤطرين بزاف نعطيك مثال بسيط. دابا حنا النادي شوف دابا يعني كتساهم في تنميه الممارسه، ماشي الممارسه حتى من ناحيه التكوين ديالو، حتى في التعليم منظومه التعليميه نقول لك علاش التربويه والتكنولوجيا والنفسيه ديال الممارسين بزاف، لان جميع المسائل. سيد دابا انا ولدي الحمد لله تا هو تيلعب ليبول مزيان الحمد لله، هو على عمل شارك بطوله الشباب اللي كداس اسفي، ولدي تا هو تخسر برميل الاحسن. ولدي ديالك بومهيدي هذاك بومهيدي وليد وليد بومهيدي، ومعنا واحد الدري اخو سميتو عمر ديالو اللي هو عنده دابا 15 عام، تا هو تعزل برمي لي جينيور اللي بتلو بطوله يعني المغرب لعبت اسمي 2019. وكان بغيت هو يمشي يلعب بطوله المغرب ولكن بطوله العالم في الكومبوج، ولكن المدرب التقني ما اختاروش لان شويه يعني ماشي يعني دازو اوكي ما داش، ولكن ما بقاش فيه الحب العكس هو دابا تيتمرن باش يدوز. دابا معنا حاليا دابا اللي اكتشفنا دابا الدري ديال معنا ديال المستوى ديال لافاك ولا ديال البكالوريا معنا بداني عندنا دابا تقريبا 15. اذا نتوما عندكم واحد البرنامج السنوي كتخدموا عليه بالنسبه للصغرى؟ اه بعد حضرتو درتو لان هو الاساس هذه، ولكن هذا كما قلت مرتبط يعني مرتبط بمجموعه ديال العواقب. شنو هي العواقب اللي كتلقاوها على مستوى التكوين، على المستوى المالي، على مستوى شوف التاطير، شنو هي الصعوبات اللي عندكم؟ بقدر واحد القضيه دابا الانديه بات المنظومه باتو ديك الشركه مزيانه، مابقاش النادي منحصر على الدعم. انا وحنا مقتنعين با مول فوا النادي خاص يكون عنده مدخول ديالو الصقل، ما يبقاش يتكل على الجمعيه البلديه ولا الجمعيه الاقليميه ولا مجال، لان هذاك الشيء تنوض مشاكل وكاين بزاف الجمعيات وبزاف تكون واحد العقلانه ديال 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 بحال المقاوله تقريبا، تقول بحال المقاوله النادي كنت غير بحال المقاوله، تا هو عنده فونيرو بروبليم السيدي يخدم عباد الله يستثمر فلوس يكون عنده بلا مي يكون على البلديه والمجلس الاقليمي ولا الجهه بقى تدفع طلبات والوراق. انا بالنسبه لي هذا والله العظيم انا بالنسبه لي هذا بالنسبه لي انا علاش انا حيت انا كمقاول عندي الاسلوب ديال المقدمه من ناحيه القانون شروط الممارسه يعني ديال العمل داخل الشركه متوفره، يعني متوفره. دابا الجامعه عملت تغييرات من ناحيه القوانين قانونيه باش تحقق شراكه الممارسه بطبيعه ديال الشركه، ما يبقاش نادي ولي نادي عنده شركه مستق عنده البيجي، ولكن السعب قدر صعيب ممكن على الصعيب هي لان خاص دابا لان حتى الثقه مثلا مع الممولين مع الابلاك مع هذا مازال ما كاينش ديك شوف السي عبد القادر، شنو هي الصعوبات على مستوى التمويل ديال النوادي الرياضيه؟ السي عبد القادر حدا احنا نادي نعطيك المثال ديالنا، انا دابا شتي نقول على مستوى التجربه ديالي المتواضعه، حنا عندنا دايرين واحد الكوتيزاسيون في العام تواصل ديالنا في العام واللي متقاعد، يعني اكتتاب ديال الاعضاء ديال النادي كيكتتبوا يعني نو مشاركه ديال العام هذيك مشاركه باش ياخذ الكار ديال الجامعه وفي راسي راه مشاركه بين الاعضاء يعني تضامن بين 300 درهم في العام، سمع 300 درهم في العام كل عضو كيساهم اللي هو متقاعد 150 درهم واللي ما عندوش تنعفيوه، وكحال الدراري الاطفال بون لي جينيور تنعفيوهم 100% ومع ذلك خاصها كل حد خصنا نخرجوا يلعبوا لي كونكور برا في ديال العصبه، حيت هذوك لي كونكور باش تكون الناس عارفين كل حد لي كونكور باش تكون عارف السي عبد القادر واحد القضيه. تقريبا عندنا في الجامعه الملكيه 9 عصب
وكل عصبة عندها ما بين 25 حتى 40 نادي ياك. تصور كل حد كل حد تيخرج لك 9 عصب لي كونكور، لكن التحرك اكثر من ازيد بين 4000 مشارك في التحرك في المغرب كامل. ملي كنعريش العصبة الشمال المغربي 9 عصب شاك ديمونش كاين لي كونكور، وكاين مشاركة ما ازيد من 4000 مشارك. تصور السعب قادر نهار السبت الحد واحد كه واحد 4000 تتحكم غير كامل الطوموبيل ديالهم بالماكله بالوطيلات راه فلوس حمات تغذيه راه فلوس يعني فلوس تروج التطبيب الصحه طبيب الحال شوف راه فلوس الدور قويه ياك الفلوس قويه. ومع ذلك انا عندي هادو تيدحوا من جيمهم من جيم الترونسبور راه من جيمهم حدا دابا حنايا نعطيك مثال بسيط. دابا حنايا عندنا الحمد لله بعض الاشخاص اللي تطوعوا منهم واحد الاطباء بعدا تيطوعوا الطوموبيل ديالهم الطوموبيل ديالي انا بعدا تنطوع الطوموبيلات منظمة جميلة باش ندوك الدراري يلعبوا لي كونكور. ولكن هذا الصعب قدر هذه الحياة هذه الحياة طويلة وكل حاجة كتخرج انا ماشي نهار ولا نهار يومين هذا راه هذا الشيء راه تي امشي على المدى الطويل ماشي ساهلة باش تكون قايم بهذا الشيء بالواجب هذا وخاص كل حاجة تكون مشاركة حيت المشاركة هي تربح لي بوان ديال النادي باش من كله يتأهل بطولات المغرب. وباش نكملو الثانيه يعني نقولك عندك واحد النقطه مهمه بزاف ان المدير التقني ديال الجامعه الملكيه تحضر في لي كونكور ياك وباش داك الشباب باش كيشوفهم بالممارسه ديالهم. الا كنا حنا الشبان ديالنا ما تيمارسوش برا كيفاش كتكتشفوهم واش فهمتينيش بالمشاركه ديالهم تكتشفوهم. حنا عندنا شي ولكن ان شاء الله الشهور برا ما جينا ندير نقوش واحد الصعوبات باش نبقاو عليها من في الصعوبات لان حاولت من خلال يعني التصريح ديالك نلاحظ بعض المسائل لان لاحظتي هو الصعوبات الماليه ولكن كتكون كما قلتي صعوبات اللوجستيكيه من ناحيه التاطير مثلا الحكام التعويضات ديالهم من ناحيه ديال التطبيب يعني شنو هي لا هذيك شوف السابقه من ناحيه ديال الحكام طرحوها بالجامع العام خاصنا اللي تيخص الحكام تيخصم الحكام دا مباراة ديال الحكم تخطي بين 1500-2000 درهم باش يحدد التحكيم في المباراة ديالك هادي ماشي سهلة بالنسبة لنا تجي شوية قاصحة. ولكن نوصلك للأسعار واحد الحاجة اللي هي مهمة اللي هي مهمة بزاف بالنسبة للنادي النكوس دار واحد القفزة قفزة نوعية مزيانة 2016-17 باش بان. أول حاجة كما قلت لك باش بدينا حنا بدينا إصلاح النادي البنية التحتية للنادي لي تيغان بزاف حوايج هنا ولكن نفعتنا بزاف السابقه ضوت بلا ما تنوجر الشكر بزاف السيد العامل مصطفى النوحي صراحه هادي اولى الناس ديال المبادره الوطنيه للتربيه البشريه اللي هنا في العماد العريش تنوجر الشكر بزاف صراحه هي هادي هذيك المبادره اللي درنا حنايا مع السي النوحي في 2016 الباشا هو قام ب نعم يعني الباشا هو ساعدكم في يعني في هاد الاصلاح ديال النادي يعني لا نبدل لك لا هي كان شي هي كانت تلقى من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه مع السيد العامل مصطفى النوحي والناس ديال المبادره الوطنيه ديال الاقليم العريش وقفوا معنا وعاونونا. واخا كان ديك الصعوبه ديال النادي 30% اللي خاصها تكون لان ماكش عارف هذيك 30% ديال التسبيق ديال ماشي التسبيق لابار ديال النادي 30% حصه ديال النادي حصه حطيناها بواحد المشقه. ولكن مع ذلك انا بدا ما بقاش فيها شي نقول اول ما بقاش فيا لان هذوك الدراري اللي جبناهم من المدارس كانوا عندنا ليبول هذيك ليبول ديك الكره الحديديه تيتقاموا تيتشراو ب 2000 درهم ماشي غادي راه غاديين الكره الحديديه. اولا عندنا لي مويان لي مو ليبول باش الدراري هنا باش ما كاينش تجيب الدراري تقول له شي ليبول ب 2000 درهم تما ما يجي عندك. حنا درناهم لي كارت فابور ليبول موجود درنا واحد البيفات حل بيفات مقصف اللي فيه قهوه وهذاك المقصف خدم دو بوست واحد السيده واحد السيد دونك السي عبقادر هذاك النادي لعب تمن جريمه اجتماعي باش تكون عارف باش تخدم دو بوست تما في المقصف اللي هو صغير النادي جوج عائلات زعما برا عائلات خدامه تما في الداخل يعني فوالا الداخل ديال مقار من ديك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هو ديجا خلقنا جوج مناصب الشغل عندنا لي مويان باش يلعبوا لي جونيور لقيناهم النادي ولا في واحد الحله ديال جديده
اللي كان السيد الباشا السابق كان حضر في التفتيح ديالو كما كان السيد العام كان مشى للسنوحي كان مشى للقصر يعني وشدوا هذا وجا السيد الباشا وجاو بعد اخوان لهنا اللي شاف سيربيس والناس المنتخبين يعني حضروا معنا في الافتتاح ديال المقام المجتمع المدني طبعا انتم كنتوا حاضرين النادي في حله جديده ان من جاء رئيس العصبه ولا يطيب مثال ولا تيطيب مثال بالنادي ديالنا بصح واخا نقول فوالا النادي فوالا شنو دونك النادي ولات عنده واحد الوزن ديالو على الصعيد الجامعي ماشي على الصعيد الجامعي وناحيه اخرى السابقه دابا حنا مخطط ديالنا ديال النادي اللوكوس ان شاء الله العام هذا 2020 دابا تنصوبوا البروغرام صبنا بون البلون توبوغراف ليتود بروجي غنديروا ان شاء الله ليكول دو فورماسيون دي بيتونك هنا وثانيا هاد الساحه هذه اللي تشوفوا ديال الباحه الساحه اللي هي ساحه ايكولوجيه كنا نظمناها في 2017 كاس المسيره دينا في العريش هنايا والحمد لله نجحت وكان الشهاده ديال رئيس الجامعه ولا الطاقم الرياضي ديال الاذاعه الوطنيه ولا المنتخب المغربي اللي كان حاضر هنايا ولا اللعابه اللي ما عندهم تجربه قويه في هذا المجال هذا قالك بان احسن تيران على المغرب ماشي في المغرب كامل هو الساحه هذه دونك الساحه هذه السابق قادر حنا كنادي حنا كنشوفوا بان حنا ماشي حنا طبيعي الحال حنا ماشوف حنا التيران ديال ليبول شحال خصو ميم با باش دير التيران ديال ليبول ميم با واحد 5000 متر كاري اونتخ 3000 4000 ماشي مساحه كبيره مع الفضاء تقدر فيه 5 هكتار حنا 5 هكتار صافي دير سيكونس ميل متر كاري حنا بغينا غير 4000 ولكن 4000 عطيو واحد المردوديه السعب قدر على الصعيد العالمي ماشي بصح الصعيد العالمي عرفتي علاش دابا حنا ان شاء الله دابا مقبلين باش نديرو بطولات تصاوب واحد الدوسي اللي غنسميه ان شاء الله دوره ليكسوس مهرجان ليكسوس على ليكسوس التاريخيه ديال العريش دابا نعتناو بالعريش ليكسوس غنسميو مهرجان ليكسوس للكره الحديديه بطولات ليكسوس يعني نخرجوا العالميه نو بالرياضه بالرياضه ماشي فيستيفال مهرجان يعني لا يدخل في الرياضه طبعا الثقافي وديك الشيء الثقافي طبيعي دابا حاضر فيه لان ابراز الهويه والحضاره والثقافه ديال العريش وال يعني والجهه ولا المغرب كامل بصفه عامه يعني ماشي مشكل يعني كتهدف تعريف يعني بالموروث الثقافي انا غنسميوه حنا غنسميوه ان شاء الله فيستيفال ليكسوس دو بيتونك انترناسيونال بومي اديسيون غتكون هنا ان شاء الله باذن الله دونك الا جبرنا واحد الطرف ما الطرف ماشي واحد قالوا التيغان ديال 3000 ولا 4000 متر ونصبوا فيه لي تيغان ديال لي بولين تيغان خص يكونوا دون لي نورم ملاعب حسب المعايير دوليه نعم سيدي غيتعدلوا هنايا كون على يقين 100% ان جميع لي كومبيتيسيون فيديرو غيبقاو هنا في العريش الفيدرالية يعني الجامعيه الجامعه غيبقاو في العريش ابار انترناسيونال هذو علاش حتى الفضاء هذا كما قلت لك بالشهاده الجامعه الملكيه كور بالرئيس الجامعه السابق محمود عشان ولا بالرئيس لا ليغ ديالنا السي حرضان ولا بالمنتخب المغربي اللاعب المنتخب المغربي ولا بالاداره الوطنيه اللي كانت حاضره هذه ديما موجوده كنحضر في التصوير ديالها تتكون معنا حاضره من التصوير ديالها دونك علاش بوركو حنا كما نستغلوا هاد المساحه اللي صغيره وندير واحد ليكو دو فورماسيون ونتك نقطه اخرى السابقه هي مهمه بزاف هذوك التلاميذ اللي جاوا عندنا بهذه الشراكه مع نيابه التعليم حنا النادي ديالنا تفكر في اطباء في اساسيده فيه شنقول لك جميع انواع ديال الشرع كيف هذاك النادي دونك حنايا معنا تفكر الله اساسيده اللي هما قروني في الثمانينات في ليبول انا قروني معنا تما في ليبول قروني السابقه تما في الثمانينات السيده ديالي ماشي من ليفول دونك حنايا كنا دخلنا واحد النقاش بيننا قلنا بوركو با هذوك الدراري تفكر معنا معل السيده مستوى عاليه مستوى هذوك الدراري تمنح ناحيه الدعم بون في لي ماتير ديالهم المواد الفرنسيه الفيزيك المات هذوك الدراري اللي يكونوا تما يلعبوا ليبول او ميم طون كي السيده تاعو فابور دونك اولي ديك الدري متبع من حنا متبعينو في الدراسه ديالو من جهه وفي لابيتونك من جهه اخرى باش يوصل باش نقدروا نشوفوا باش نقدروا ان شاء الله نخرجوا شي بطل وديجا عندنا هنايا ان شاء الله هنا عندنا في نادي دلوكوس عندنا جوج ديال الحمد لله ديال الوليدات تيلعبوا امبيكابل تيلعبوا فريم امبيكابل في المؤسسه التعليميه واش دخل فيها الجامعه نعم واش دخل فيها الجامعه
دابا اجيك النقطه هذه في الجمع العام الاخر ديال واحد شهر جوج 2020 باش بدلوا المكتب ديال الجامعي، كان بارمي ديال بون لوبجيكتيف ديال الجميع هو يصاوبوا مدارس التكوين. حنا كنا سباق ليها، حنا كنادي سن اتفاقيه مع الاكاديمي ولا النيابه في 2019، دونك حنا كنا سباقنا البديله هذه، دونك حنايا كنا سابق البديله للجميع ديالنا. حنا ديجا الفكره كانت عندنا ان شاء الله حنا نطبقوها. دونك هذاك الوليد ما تجيبو انت، اما دابا تجيبو النادي. دونك اولا شوف واحد القضيه، اولا راك جبتي واحد النادي اللي هو غير ربيه لا من الناحيه الدراسيه ولا الرياضه، لان تحيد من الشارع اللي هو فيه الحمد لله معنا المثال مع الدريدات فقنا ولاد الغريسه هما فقنا خدام كانوا صغار، ما كاين اولا تحيدوا من الله يستر الافكار التطرفيه هذه من جهه، تحشيش الله يستر الحرف ها انت شبرتي الدري كونتيه لا دراسيا ولا سبورس رياضيا، هو بقى يتحك مع ملعبه، بقى تخصو يلعب تخصو تطمح باش يلعب القميص الوطني يلعب به برا، غير ديك الروح الوطنيه باش يحلم يلبس القميص، راه ماشي سهله السبب قدر. واخا هضرتي على الممارسه وهضرتي على الفئات الصغرى وبالاخص الفتيان، يعني المشاركه ديال النسويه، يعني واش النادي يعني استطاع انه يزيد من الممارسه ديال النسويه؟ السبب قدر هالقضيه هذه طرقت في الجامعه الملكيه النسويه، حيت هنا عندنا احسن منتخب مغربي ديال النسوه كاين تبارك الله، عندنا ككريمه رشيده لطيفه، عندنا تبارك الله بطلات في كره حديديه، ماشي حنا هنا العريش بغا يجوا عندنا، جاو عندنا إيه بعض البلد، ولكن كما كنت نقول لك انا النادي ضيق، نادي صغير في كثر تيران، ربعه ديال لي تيران، دونك تيهز كثر التريبلات. ان شاء الله الا خدينا شي فضاء هنا، شوف فضاء يكون زايد لنا لي كود دو فورماسيون، طبيعي الحال غنديرو عنصر نسوي طبيعي الحال جونيور، ونخدمو على البرنامج هذا ان شاء الله. وهذا البرنامج بالنسبه لي انا مهم، مثل ما نقولها لي كول دو فورماسيون دو بيتونغ، والمعموله السي عبد القادر الى الانديه باش تكون عارف الانديه هادو راهم انديه، شوف باش تشوف الانسان تيخدم واحد النادي ما عندوش دعم، راه ماشي سهل السعب قدر، ماشي سهل. لا تنصيبوا حنايا الدباس في الكره القدم، رئيس جميع كره القدم، رئيس نادي كره القدم، على الباسكيت ولا نجلس با عندي خويا، فيهم دعم الجامعات، حنا لا ما عندناش الدعم. حنا تقول شي واحد دابا نطق مثال، تقول اي واحد نقول له كون رئيس النادي يقول لك لا، اللي بغى يقول لك لا، ماشي علاش؟ يعني فيها المشاكل، ما كاينش فلوس، ما كاينش دعم، وفين المشاكل؟ حنا الحمد لله قدرنا باش زعما قدرنا زعما الحمد لله حنا قدرنا النادي ديالنا قدر، وتنشكر زعما الصراحه شوف تنشكر بطبيعه الحال جامعه العرائش، والله العظيم بالله شوف جامعه العرائش باش تكون باش تكون واضح زعما واضح جامعه العرائش فيما تنطقوا عليها، حتى شو تزين الملاعب تزين زعما عمرها ما خلات علينا صراحه. قبيلات قلتي بان يعني عندكم الهدف هو تنظموا واحد المهرجان ديال الكسوس ديال الكره الحاليه، وانا كنفضل يكون الاسم بطوله، ولكن عند هذيك الطابع الثقافي وكاين بزاف ديال الشركاء منهم وزاره الثقافه تا هما بالنسبه للمجلس الاقليمي، يعني جميع الداعمين ديال المجلس. سي عبد القادر نقول لك واحد القضيه، شوف نقول لك واحد القضيه، قلتي قللتي من ذاك المستوى ديال لا ما عندك القضيه كيبقى يزعم. اسمع لا نقول واحد القضيه اللي مهمه بزاف هذه، هذاك الصحف فكرتي فيها. انا رئيس المجلس الاقليمي استاذ ديالي قرية الماط 84 85 قرية الماط، أستاذ ديالي تنحسن المهمه من برا تنحسن الأستاذ ديالي الماط، ولكن مع الأسف تنشوفوا السعب قد لا في الدار البيضاء ولا في قنيطرة ولا في مدن اللي هي ديال الجنوب ملاعب القرب كاين ديال لابيتونك ديال الكرة الحديدية، ياك بالنسبة للجماعة تتعاوننا صراحة هي تعطي واحد الدعم ديالها صراحة هي هذي. المركز الثقافي ديال العريش تيعاوننا، كوماك صريح كاين بعض الأشخاص الشركات اللي ما تنزمعني علاقة معاهم تيعاونوني، تنجرب بالضبط الشركه ديالي حتى هي الشركه ديالي مساهمه تتعاون، ولكن ملي تتشتق على المجلس الاقليمي صراحه هي اللي نقولها تيقول لك انا الكلوبه ماشي شعبيه، كيفاش ماشي شعبيه وهي الجميع عندها 18000 منخرط في المغرب، يعني كل حد على مستوى الدعم ديالو هو اسمح لي اسمح كيف كان السي عبد القادر انواع المشاريع ولا الدريه اسمح السي عبد القادر نقول لك كيفاش انت كل حد تيتحركوا
قلت لك 4000 مول هذا الساعد المغرب تيتحركوا، وجيت تقول لي انت هذيك اللعبه ماشي شعبيه، ماشي شعبيه بالنسبه لك انت هنا يمكن ما عرفهاش. وبارمي في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت كره كانت في العرائش هنايا ليبول لعبه شعبيه، كتكون كانت لعبه شعبيه، كانت تلعب في كابوت برامز، كانت تلعب برا. يمكن هو زعما بكل احترام عرفت فيك ديوك لا نعاون الباسكيت، نعاون كره القدم، نعاون لا هو هو اول مساله هو استثمار، هو استثمار الامكانيات المتاحه والمتوفره. بما ان كاين واحد النادي وعندك واحد المقر وعندك واحد الملعب، يعني هذه البنيه هي متوفره يعني للممارسه، يعني الممارسه كاينه. يعني هذه المساله ديال المعيار ديال الشعبيه الدعم هذا يعني كيبقى واحد العنصر يعني ثانوي بالنسبه للدعم، لأن, لان هناك بنيه رياضيه، هناك ممارسين، هناك يعني بالعكس ان كيكون الناس الهدف هو صباح الرياضه اكثر انتشارا. كاين حاجه كاين حاجه اخرى السي عبد القادر، هو الخطاب يا سيدنا الله ينصرو، استثمار في الراس ماشي المال البشري. الله يرحمك زادك الدري ما تجي تجيبو، حنا دابا عندنا 30 واحد، راه ماشي سهله. وجي تقول له لعبه ماشي شعبيه، ما عندهاش شي معيار. واش حنا تنديروا المعيار الدعم باللعبه الشعبيه ماشي شعبيه؟ الشعبيه خصو يحكم عليها شكون؟ وزارة الشباب والرياضة هي عند المعايير هذه، ماشي انت كمؤسسة تقول لي هذه ماشي شعبية. لا رفض أي ملف ديال الدعم ينبغي يعني أن يكون معللا، فهمتي، بواحد ماشي بشفوي يعني. مثال ما بغيتش تقول لك تعطيني أني كريكم كوا، أني كريكم كوا راه ماشي شعبية، راه هذه ماشي مرحبا. قال لك لا ماشي شعبية، ماشي شعبيه. يمكن ما كتدخلش اختصاص ديال المجلس الاقليمي لانه هو غالبا كيدعم. وكيسمح لي كره القدم. لا اسمح لي السي عبد القادر كونك صريح، كره الباسكت، كره السله تياريده تحترموها طبيعه الحال مرحبا، كره القدم تا هي رياضه، وسيدي تا كره الحديد تا رياضه، في العنصر ديال الدري الصغار حتى من كبر، ما بقاش لعبه ديال بوغ لي زوم اتي اجي، لا بقات بوغ لي جونيور. وفي الاهميه ان هذه الرياضه يعني تستقطب واحد ممارسين دوليين وممارسين وطنيين، ويمكن تعطي اشاعه المدينه. يعني شنو هو اسمح لي اختي السي عبد القادر، تصور دابا حنا معنا دابا في النهار هذا اللي هو 16/2/2020 دخلت الباحة وحسيت سلم عليا، نعرفو سلم عليا هنا في هذه كارفان عند الناس يجيبن، سلم عليا قال لي يعني قافلة ديال السواح هنايا. نعم قال لي انا مهاجر في فرنسا وشفت لي تورنوا ديالكم في فرنسا، وشاف الاخبار الرئيسيه للاذاعه الاولى مغربيه. طبيعي الحال السي عبد القادر ما يقول لك مهاجر، مشاو اول ودوزيام كا في الامارات سيدي عريشي جا قال لي فوالا. ملي تصور السي عبد القادر واحد السي جوا من برا، دونك هذا ماشي اشاعه بالنسبه للمدينه، دونك انا غير واحد العبد بسيط رئيس نادي تندير واحد المجهود، ولكن تتبان تيقولوا اقليم العرائش، ما تيقولوش نادي العرائش، اقليم العرائش بالنسبه للاذاعه والانترناسيون تيقولوا اقليم العرائش، دونك حتى هو ربان بالنسبه لي انا. تتبان المدينه كلها تتبان، دونك هذيك اسمح لي هذيك مدينتي انت اشو انا السي عبد القادر الكره الحديديه انا معاهم تيجي بالله العمر، عرفتي علاش؟ الناس خصها تفوت القضيه هذه، حنا ما عندناش الدعم لا من الجامعه ولا من العصبه، ولكن عندي واحد القضيه انا تنامن بها، وهو حنا شوف كل واحد وليداته، انا كيما تقول باجي صغير، دابا ولدي تيلعب وهو توكل الله ربما العام الجاي يمشي للمنتخب المغربي تيلعب دابا انا ما نشوف ولدي تيقرا تبارك الله وحدايا في الكلوب، ماشي انا ما كيلحشيش لا كارو، هذه واحد السي عبد القادر شي حاجه كبيره، لان عندك السي عبد القادر مثال بسيط وعم تقول بلاد اول مشاريع تبدا حلم يعني بالنسبه لكم الاهم في هذه الممارسه الرياضيه هو البنيه التحتيه. طبعا الحال انتم كتفتقروا البنيه التحتيه، عندكم مقر صغير، ما عندكمش يعني الاداره مثلا صغيره، ما عندكمش مرافق. اما اسمح لي مرافق مثلا، لان اي نادي كيكون متوفره فيه مثلا عنده المطعم، عنده المقصاف، عنده اقامه، عنده يعني مثلا انتم في المستقبل واش ما كتفكروش ان يكون عندكم نتوما واحد انا جاي لك السي عبد القادر في الطريق. شوف السي عبد القادر، كاين الانديه اللي غنيه في المغرب، عندك مثال بسيط ستاد ماروكان، الماس ديال فاس، مكناس، اكادير، تماره، طنجه، الدار البيضاء ديال المعاد، لي كلوب اللي هما غني تيشتيشوا اللعابه. حنا باش نربحوا لي بوان على الصعيد الجامعه الملكيه، راه خصنا نشريو لعابه، بلي سينياتور، تي انصاري ديالو
ديبلاسمون راه خصنا واحد 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 الفلوس هي اللي هي اللي كثيره. انا بالنسبه ليا كاين هذه الصغير هذه من راه بزاف عليا. دابا تنفكروا حتى نقولوا حنا الحمد لله العرايش موفر فين التيغان، كاين اولمبيكا، كاين البحر السريحه، كاين ثاني ما خصبي خاويين ما مستغلش مزيان. بوركو با حتى ما نديروا واحد الطرف تيغان اللي هو تنقول لعب الله غير صغير غير 300 400 بركه، ويكون واحد يكون واحد يكون واحد هذه اللي هو ماشي بقى يجي له غير المؤمنه ماشي ممارسين حتى السكينه، يلقى واحد الكلوب زوين في ان ريستو لي بري لي مزوينين. هذيك شكون شكون واش كاش واحد يمشي يدخل يريح وليدو في شي بلاصه زوينه ونقيه اللي هي بون بري ويتفرج وخا حتى ولدو يتبلى بهذيك اللعبه. دونك راه السي عبد القادر داك الشيء راه ساهل، ولكن خاص شويه دلعوين شويه الجن. ماشي انت كلش من الدعم المادي برفو الدعم المعنوي تحسن حتى من الدعم المادي. والله السي عبد القادر شنو نقول لك، والله كاين بعض الانديه اللي انت بصمت تدخلنا، ولكن الحمد لله حنا غادي بشويه بشويه ماشي كلشي طاقه وحده. بعدا غنديروا الطلب ان شاء الله، شوفوا الاجنده الطلبه. نعم قلتي عاد توجو طلب طبيعي الحال. دابا ان شاء الله توجو واحد الدوسي غنحطوا الاول اول الاداره اول هي العماله السيد العميل غنطيلو وغنطي نسخه منه الرئيس الجماعه الترابيه العرائش ان شاء الله. وشنو نقول لكم نتمنوا على الله، لان دابا عندنا ان شاء الله العماده عندنا غننظموا ان شاء الله بطولة كونكور انترناسيونال. هادشي اللي بغيت نتكلم على الاجنده السنويه ديالكم هاد العام الانشطه. بذكرى السي عبد القادر عندنا لو انترو غدا ان شاء الله لو بومي مارس فاتح مارس عندنا ان شاء الله كاس العصبه عندنا هنا في عريش عصبه الشمال الغربي. عندنا هنا في عريش غتكون هي كاس كاس انتيموز الثقيل من العصبه اللي يتأهلوا فيها الفرق لعيبه العصبه بطولة المغرب. دونك هذه تكون واحد الجيم واحد الناحيه، وحنا عندنا واحد البرنامج ان شاء الله هو سميتو بون كونكور انترناسيونال مسابقه دوليه لان ما يجيش اي واحد، لا يجيك منتخبات كمنتخب ديال الجزائر، منتخب ديال موريتانيا، منتخب فرنسا، منتخب تونس، منتخب تركيا، زعما منتخبات اللي هما عندهم واحد متوقع في شمن ان شاء الله تكون. دابا ان شاء الله تشوف السي عبد القادر نحسب لان شوفي ساهل، لان دابا التيران اولا اجتك انا لان كان واحد التيران وتخسر. دابا ديرو التيران حنا بوغ ان كلوب صغير تصوب ان تيران وتخسر ماشي سهل تصوب دوزيام فرنسا، صعيب علينا صعيب علينا بزاف. دابا تنحاولوا نصوبوا ان تيران ان شاء الله هنا في الباحه السلاحه، يكون باحه السلاحه. ونزيدك حنا الباحه السلاحه هذه تلعبوا فيها حنا تلعبوا غير الرياضه، اما هما كجمعيه او كتعاونيه تستافدوا منا ماديا. لان ما تصورش نعطيك مثال بسيط، الكونكور العام اللي فات جاونا ابوبري 450 بيرسون 450 مشارك. كاس العصبة دابا اللي تكون الان 3 يجيك السي عبد القادر تقريبا 250 ثلاثيه حتى هي تكون يعني 700 المنخرط، ماشي ساهله السي عبد القادر واحد الروز كبير تيكون. دونك حنا تنديرو الرياضه والناس هادو ديال الباحه السلاحه تيستافدو معنا ماديا. حنا نتمناو واحد يكمل واحد. حنا نديرو ان تيغان هنايا ديال الكلوب ليبول يكون دون لي نور باش يسهلوا لنا حتى ديك يسهلوا لنا هذيك المشقه ديال كنوا بطلع تراسي التيران كنوا تصاوب تراسي، يكون ان تيغان تراسي مزيان مقاد في اي تورنوا يجي يحل تلقى مصوب امسي بالضو ديالو ليكراج ديالو تراسي دون لي نور ماشي شي مشكل. نتمنى على السي عبد القادر يكون هذا الميساج يوصل، وميساج ديالنا بسيط ماشي شي حاجه واعره بسيط. وهنا ان شاء الله بدوره بديك كما تنقول لك هذيك عندي لقاء مع السيد المندوب ديال نيابه التعليم باش ربما غنديروا ماشي ربما غنديروا ان شاء الله باذن الله طول الله العمر غنديروا واحد اقصائيات على الصعيد مؤسسات الاقليم العرائش كامله. كنت مع السي كالي مع السيد المندوب قال لي غنديروا واحد اقصائيات على الصعيد الاقليم العرائش. دونك حنا اللعبه ان شاء الله غندخلوها ان شاء الله المدارس ان شاء الله ندخلوا ان شاء الله المدارس باش يكون واحد الخلاف من الرياضه هذه ويكون عدد المنخرطين بزاف. دابا الحمد لله 13000 منخرط، نتمنى العام هذا وصلوا ان شاء الله بروكوبا 30000 منخرط. خاصها شويه ديال المجهود والانسان ديما يشوف مصلحه الوطن فوق اي حاجه، يشوف مصلحه ديال الشخصيه، مصلحه الوطن والمدينه ديالو. حيت هنايا الى ربينا واحد الجيل يكون زوين لا في الدراسه ولا في الرياضه هذاك الدري تبارك الله غيوجدوا يطلعوا يبقى عندك مثال عندك مثال بسيط السي عبد القادر. حنا عزو المنتخب ديالنا الشبان مشاو لكمبوتش ولعبوها وهذيك الحديديه عطات واحد الاشاعه على الصعيد العالمي
راه في 2018 اللي كنت باقي مذكر درناه هنايا اول ماراطون هنايا في بحث السلاحه بالحضور الى الوطنيه، وكان هنايا المنتخب المغربي خدنا التدريب ديالو هنايا في 2018 هنايا في العرايش، راه في لعب كنا في 2000 شهر 8 نعم، وكان بطولة العالم في شهر 9 في كندا وحصل فيها على يعني الوصفة يعني طبيعي الحال المرتبة الثانية عالميا ماشي سهلة السعب قدر بس تحت المرتبة الثانية في كندا، كان جديدة ديال الاستعداد طبيعي الحال بطولة العالم هذيك السعب قدر بطولة العالم المرتبة الثانية يعني عالميا كيرجع للنادي انه هو اللي طبيعي الحال حتى انا ساهمنا هنايا في التدريب ديالو درنا هنايا واحد الاقصائيات هنايا ديال الماراطون اللي هي كانت 16 ساعة ديال اللعب بدون توقف وطات واحد ريزلتات زوينه. واخا اذا المناسبه اللي شويه ما اهتمناش بها بزاف هي بالنسبه لهذا الدوري الودي اللي كيتقام اليوم، يعني شنو هو الهدف ديالو؟ هذا الدوري الودي قادر عنده جوج ديال المحاور، المحور الاول انا باش الناس يعرفوا بعد النادي هذا راه عنده 48 سنه التاسيس ديالو، هذه من جهه باش نعرفوا الناس النادي راه قديم عنده تاريخ الرياضي يعني. باقي له عامين ان شاء الله نص قرن باقي له عامين 48 عام الى طول الله في العمر. والمحور الثاني الساعة بقدر هو صله الرحم من الانديه اخرين تيجوا عندك سيدي، واخا هو ودي ولكن لا تدور افكار مستجدات قوى الحديديه شفقة في الجامعه الملكيه تطيح افكار تساهم في تنميه الممارسه الرياضيه بطبيعه الحال وتتولى صله الرحم باللعبه وهذوك الدراري الصغار تبارك الله الشم دابا راه ما تيلعبوا ماشي تيلعبوا غير بوحدهم نو تيلعبوا مع السنيور مع الجينيور مخلطين تيديو واحد تجربه دونك واحد استعداد لموسم رياضي جي ان شاء الله ديال 2020 غيكون دابا ان شاء الله ديال 2020 لان دابا كما قلت لك كاينه غيكون عندنا اقصائيات كاس العصبة هنايا بواحد شهر 3 ومن بعد اقصائيات كل حد ديال لي بوان دونك غيكون موسم رياضي جديد هذا غير واحد استعداد وواحد شنو نقول لك استعداد الحوافز الماديه يعني لاحظنا بان المستوى ديال مستوى الحوافز اللي قدمته في الدوري هذا هادو من الجيم ديالنا سي قدر حوافز ماديه من يعني هي مساهمه رمزيه ديال رمزيه من الجيم ديالنا باش يطيح شويه ديال البونطا باش واخا غير في لي ديبلاسمون يجيك من دابا كاين جا من طنجه جا من قنيطره سيدي قاسم جا من بالقصيري المستوى المشاركة يعني شحال كان تقريبا؟ تقريبا كاين حوالي 30 ثلاثية يعني حوالي 100 المشارك أبر الناس تقريبا شي 120 ديال المشاركين دابا اللي جاونا هي في اليوم وهذا غير واحد دوري ودي نعم والنادي دائما عنده هذه السمعة دائما ملي كينظم شي دوري يعني كنلاحظوا الالتفاف ديال الناس الممارسين على مستوى المنطقة ديال الشمال الغربي ومنطقه الغرب الى اخره هو كان شي صعب قدر حتى طبعا نعم. شوف كما قلت لك راه كما ارجع للكاس العرش الكاس ديال المسيدي 2017 راه ينجح الدوري 2017 راه هي لون بلاسمون ديال التنظيم هذا البحث السلاحه العوده المكان راه هو ينجح الدوري ديال كاس المسيدي الخضراء 2017 وباش طاونا ننظموا دابا في واحد شهر 3 كاس العصبة راجع ديما البحث لي تيغان ديال تيغان زعما نقول كان سابقنا غير 3 ملاعب الفضاء اللي سموه الفضاء اللي هو ايكولوجي فضاء زوين زعما نقول سابقنا غير 3 ميل 4 ميل متر كاري بوغ ان كلوب لي كودو فورم دو بيتونك غيعطي واحد الاشعاع كسر وكسر ان شاء الله باذن الله يزيد عزيز سابقنا تفاجئ ان شاء الله يولي كسر بان عندنا ديال المشاركين ان شاء الله ولا حتى الدراري هادو غادي نوريك واحد الدري دابا هو تلعب هو ولدي حتى هو عنده تيخاف عنده نيفو باك عنده بكالوريا شتي سميتو هاد اللاعب هذا؟ سميتو عمر بون مانيش عارف عمر ولكن نوض فامي ما عرفوش ولكن تيلعب دري تبارك الله جا واحد الاطار تلاقيت به اطار جامعي البارح الصباح باقتي معاه وتفرج فيه البارح في النادي وانا عندي واحد اليقين هاك الدري غيوصل كبير غيوصل ان شاء الله بعيد انا دري تيلعب واحد التسي ديالو ستامبوليست تيعرف كيفاش في الكرة ولا فاس باش يطلق كرة ودريتي تلعب زوين هذاك عنده مستقبل ان شاء الله يكون زاهر في الكرة الحديدية ومعنا دابا وحنا اكتشفنا النادي ديالنا بطبيعة الحال هذا غير واحد ما عساك اللي كانوا معنا بزاف ديال الممارسين وغيحتكوا بعضياتهم وخذوا بعضهم هو دابا تيقول لك انا تنحلم نهار حتى وليدي تيقول لك لا ولدي ولا داك الدري اللي عرفتي لو ما تيحلموا فوقاش يلبسوا قميص وطني لبيبي برا
نعم. دونك هذا الحب، حب الوطن. سي سلام بومهيدي رئيس نادي لوكوس الكره الحديديه، كلمه اخيره. سيدي شنو نقول لكم؟ تنشكركم، وعندي واحد الرجاء. شوف غير تنقولها، شوف كما داك السيد اللي توفى مسكين الله يرحمه، اللي خلى النادي في 72 اللي هو بنسب الحاجه الله يرحمه في هذا النهار، وجا موراه السي مصطفى بن امح، وباقي نطولوا الله نطولوا الله الشفاء والعمر الطويل ان شاء الله، اللي هو كان ضف حياته كاس العرش 92 في العريش، وكانت هبه ملكيه انذاك. ومن بعد جاء الدكتور مهجي حكيم بوشيخي، دابا ظهري انا كرئيس، وهنا انا كنت في النادي انا واصغر واحد في النادي انا ذاك، دابا راني رئيس الحمد لله. انت كبرنا دابا كانوا كيجريو عليك ودابا انت دابا انا رئيس. نتمنى على الله حتى انا عاوتاني، شوف حتى انا ان شاء الله من هنا غادي سنه الحياه، هو ولدي كيلعب لي بول، نتمنى على الله هذاك النادي يمشي به القدام، باش حنا دابا حنا وجدنا واحد الفضاء زوين وفدنا واحد ليكول، نراني نموتو تا ما بقى انا يجي وحنا بقى يقول الله يرحم الله يرحم لي خلى هاد لي كودو فونت بيطون، الله يرحم لي اللي دار هاد الفضاء هذا. دونك حتى انا نبقى نترحموا، دونك هذه صدقه جاريه، لا لا ماشي صدقه، هذه صدقه جاريه. يبقوا الناس يرحمونا كما ترحموهم، هذه سنه الحياه، وتكون كونتينيتي ديال لابيتون في مدينه العرائش، استمراريه ديال طبيعه الحال، استمراريه ديال ممارسه الكره الحديديه. ويبقى واحد طبيعه الحال، يبقى واحد الناس يقولوا الله يرحم ليك في هذيك الساعه اللي خلى الفضاء زوين والتيران وبينك واحد في العرائش، ماشي نبغوا السابقه وتفرك لك السابقه.